نظمت لجنة التنسيق الفصائلي ونادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى صلاة الجمعة وسط مدينة طوباس دعما وإسنادا للأسرى في سجون الاحتلال. في ظل الإجراءات التعسفية والتنكيلية التي تنتهجها مصلحة السجون بحق أسران البواسل، أقامت لجنة التنسيق الفصائلي في طوباس ونادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى صلاة الجمعة وسط دوار الشهداء دعما وإسنادا لخطوات الأسرى. أقروا برنامج فعاليات دعم ومساندة للأسرى داخل السجون الإسرائيلية في خطواتهم ضد الإدارة. أول هذه الخطوات اليوم قمنا بصلاة الجمعة دعم وإسناد لهؤلاء الأبطال. يوم الأحد خطوة سيقوم بها الأسرى داخل السجون بحل الهيئات التنظيمية، وهناك خطوات متعددة سيقومون بها عصيان الفصائل داخل السجون موحدين ضد إدارة السجن. الحمد لله رب العالمين، نحن اليوم موجودون هنا لنقول لهم أنكم لستم وحدكم، ونحن نتابع خطواتكم وننتظر يوم الأحد لنرى برنامجكم ولنكون إلى جانبكم إن شاء الله بكل خطوة، ونحن لن نترككم ولن نخذلكم أبدا إن شاء الله، سنكون معكم بالشارع بالشعبية وبالرسمية وكل شيء بمراسلة جميع أصحاب الصلة بهذا القرار إن شاء الله، لن نترككم أبدا ونحن معكم وكنا معكم بالأمس القريب ولن نترككم إن شاء الله. جدول من الخطوات الاحتجاجية وضعته الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال حتى انتزاع حقوقهم المسلوبة. هذه الخطوات يرافقها حراك شعبي ورسمي لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى. هذه الفعالية تضرعا لله سبحانه وتعالى من أجل الوقوف إلى جانب الأسرى في خطواتهم التصاعدية التي أعلنوا عنها مؤخرا بهدف مواجهة السياسات الظالمة التي تقوم بها مصلحة السجون. نعم، الأسرى هم جزء منا ونحن منهم، وبالتالي نحن إليهم في كل خطوة يقومون بها، ونحن مستعدين لمواصلة المسيرة ومواصلة النضال. المشاركون أكدوا على ضرورة توحيد الصفوف وتشكيل حراك شعبي من جميع الفصائل يدعم ويساند أسران البواسل حتى نيل حقوقهم وحريتهم، وأن تبقى قضية الأسرى على رأس سلم الأولويات. هذه الفعاليات الشعبية من شأنها أن ترفع من معنويات أسران البواسل في ظل الهجمة الشرسة التي تقودها مصلحة السجون بحقهم. من مدينة طوباس، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.